الصاعقة. وها هو العملاق يهدر لا يهاب الشر، تقدم أيها العملاق يا مغوار. وابل نيازك ورعد شامخ كالطود في وجه الخطر، ويشهر للأعادي سيفه المبتر. موجة الإعصار الفتاكة، وأن تنزل عليهم مثل زخات المطر، فأنت الجد وقت الجد يا الرمية الملتهبة. إذا ظهر العداء أو سيطر الأشرار، ترى الأبطال قد هبوا كما الإعصار، وقالوا كلنا سد بوجه الريح، وريح عاصف ستبدد الأخطار. لن يتمكن الشر من هزيمتنا، فنحن أبطال الروبوت. شهاب، لماذا طلبت مني أن أتراجع يا صديقي؟ كان بإمكاني قتل ذلك الفهد. مغرور، عليك أن تعرف كيف تخرج من المعركة في الوقت المناسب. كان المكان في حالة فوضى، لم نكن سنربح أي شيء، لذا أفضل خيار هو أن نتركهم يحاربون بعضهم البعض. في الحرب ليس هنالك منتصر، بل الجميع خاسرون. بالضبط، لقد شغل الوحش الذهبي طاقته الاحتياطية، وذلك ليحارب الزعيم حالك والوحش الفضية في آن واحد. هل كان باستطاعته هزيمة الزعيم حالك بهذه السهولة؟ أنا لا أعتقد ذلك. إن شخصاً مثل حالك لا يهزم بسهولة وببساطة هكذا، حتى لو كان هناك انفجار ضخم. أوافقك الرأي، يمكننا هزيمته بعد أن نكتسب مهارات الاندماج، وبالتالي سيلاقي مصيره. إن الزعيم حالك محارب خداع وماكر جداً، أستغرب كيف أقنع الوحش الفضي أن يعمل لديه. أعلم ذلك. الأمر متعلق بالنفوذ. نفوذ؟ يحتاج الوحش الفضي إلى النفوذ للسيطرة على قلعة الزعيم دامس، وهو يريد السيطرة عليها بشكل كامل يا رفاق. هل فهمتم ما أعنيه؟ لسوء الحظ، إن ثمن الحصول على الحكم والسلطة باهظ جداً، وفي بعض الأحيان يكلف حياة المحارب. أيها القائد، إن جيوش الزعيم دامس متعبة جداً، إذا استمرينا في مهاجمتهم غداً فإن القلعة ستصبح تحت إمرتنا بالتأكيد. أنا أتفق معك بهذا سيدي. لم يتبقى سوى أيام لكي نناديك بالإمبراطور، لأنك ستصبح الإمبراطور حالك على كل المنطقة قريباً. أيها المستشار، أنت تجيد المديح كثيراً وهذا يعجبني. يا ترى كيف تشعر الآن يا حضرة الإمبراطور؟ لقد أصبت بجروح خطيرة، لا يمكنني أن أتعافى حتى الغد سوى من 70% فقط.
ها؟ هل ستهاجم الزعيم دامس غدا يا سيدي؟ بالطبع سنهاجم، إن الزعيم دامس مصاب بجروح أكثر مني، ناهيك عن أن الوحش الذهبي قد رحل، لذا لن تأتي فرصة أفضل من هذا. أيها القائد، هل علينا أن نرسل جميع قواتنا؟ بالطبع يجب أن نرسل جميع قواتنا لنهزمهم شر هزيمة. لا، إن القلعة هناك تتمتع بموقع تكتيكي مذهل، لا ينبغي أن نخسر قلعة الزعيم دامس، لابد أن يبقى فيها أحد منا. نعم هذا صحيح، دعني أتولى أمرها يا سيدي، وأعدك أنني لن أخيب أملك أبدا. لا، سأرسل الفهد الأخضر ليبقى هناك. حاضر يا سيدي. لكن لماذا يا سيدي؟ ألا تثق بي؟ فأنا تلميذك المخلص. لقد بقيت هنا إلى جانبك منذ أكثر من 100 عام بعد أن تخلى زعيم الظلام عني بسبب هزيمتي في معركة القلعة الكبيرة. لقد أعطيتني أيها القائد فرصة للانتقام، ولهذا السبب شاركت معك طوال فترة وجودي في معاركك وحروبك لأرد لك هذا المعروف. اعتقدت أنني جزء من خطة توسعك واحتلالك لمناطق جديدة، أليس كذلك أيها القائد؟ نعم هذا صحيح، لقد ساعدتني كثيرا خلال العقود الأخيرة. ولكن لما لا تثق بي اليوم يا سيدي؟ هون على نفسك، لا داعي للقلق، في الحقيقة سأمنحك فرصة ثمينة كي تنال الشهرة والقوة. إذا ساعدتني في احتلال قلعة الزعيم دامس هذه المرة سأجعلك القائد والمشرف عليها، هذا شرف كبير لك. لقد وضعت ثقتي بك، ولكن أنت دائما مستعجل. ماذا؟ هل تقول إنك... نعم بالضبط، إذا استطعت قتل الزعيم دامس هذه المرة سأجعل هذه القلعة تحت إمرتك. شكرا لك يا سيدي، سأبذل جهدي وسأنجح في احتلالها، لا تقلق سأكون عند حسن ظنك. جيد جدا، هيا اذهب واستعد، سنغادر غدا صباحا. حاضر سيدي، سأستعد. أيها القائد، هل ستسلمه قلعة الزعيم دامس؟ هل أنت متأكد؟ ما الذي تقوله؟ إنه وغد محتال يحلم بذلك، سيخونني عاجلاً أم آجلاً، أنا لا أثق به أبداً. لماذا إذن أبقيته في القلعة حتى الآن؟ لأنني أحتاج إليه حالياً، سأصبح زعيماً على 3 قلاع، قلعتي والقلعة الكبيرة وقلعة الزعيم دامس، وبالتالي سأصبح المسيطر الوحيد على المنطقة، وبعد ذلك لن أحتاج إليه أو لخدماته، ووقتها لن أبقي عليه، بل سأقوم بسحقه. برأيي لطالما كان شخصا أنانيا وطماعا لن نكون في مأمن طالما بقي بيننا. لهذا السبب لم أتركه وحده في القلعة حتى للحظة واحدة، لا يمكنه أن يمارس حيله أمامي، كما أنه سيعرض نفسه للخطر أثناء احتلاله لقلعة الزعيم دامس، ولن يدرك أنني سأتخلص منه بعد أن يحتل القلعة. إنه يفكر أبعد من حدوده، وهذه الحيل لا تنطلي علي. هذه أفكار رائعة يا سيدي، لابد أنه غير مدرك لخططك. لا، بل أنتم لستم مدركين لما سيحصل. أيها الموج الضارب، أنت والجندي العملاق،
هل لعبتم يوماً لعبة حجر ورقة مقص؟ ماذا؟ حجر ورقة مقص؟ نعم، حجر ورقة مقص. إنها لعبة يلعبها الأطفال. حسناً إذن، سوف نبدأ اللعبة الآن. حقاً؟ سنتمرن إلى أن يتمكن أحدكما من إعطاء إشارة فيما إذا كان حجر أو ورقة أو مقص. نعم، لقد فهمت اللعبة. أنت تدربنا لكي تصبح أفكارنا متشابهة. بالضبط، لكي تتقن مهارة الاندماج بشكل جيد. انتظر لحظة أيها الدراج الناري، هناك مشكلة في اللعبة، وهي مشكلة جدية. ماذا؟ ما المشكلة في لعبتي وطريقة تدريب المثالية؟ هيا أرني. حاضر، سأريك. انظر إلى يدي الجندي العملاق، إن يديه كالمجرفة، وبالتالي لا يمكنه لعب هذه اللعبة. ماذا؟ نعم، يمكنه فقط إظهار إشارة الورق، هذا ما يقدر عليه فقط. ربما هذه تعتبر إشارة الحجر. لكن ماذا علينا أن نفعل الآن؟ لا ينبغي عليك أن تفعل شيئاً. هل تعتقد حقاً أن هذه الفكرة الغريبة ستنجح؟ إيه، بل ستنجح. أنت لست ذكياً كما تعتقد يا إعصار. ألا يمكنك أن تفكر بطريقة أفضل وبمرونة أكثر؟ مرونة؟ وماذا تعني؟ يمكن تخمين عدد الحجارة التي بحوزتهم، أليس كذلك؟ المبدأ هو نفس المبدأ. عدد الحجارة؟ هيا، سأكون الحكم. التقط أيها الموج الضارب بعض الحجارة، ومن ثم سيخمن الجندي العملاق عدد تلك الحجارة. لا تغشاه. هيا، ابدأ وسوف نرى بأعيننا. حسناً، دورك أيها الجندي العملاق. هل ستنجح هذه الطريقة؟ جاهز. حسناً إذن، لنرى كيف ستلعبون هذه اللعبة. انظر. ماذا كنت أقول للتو؟ نجح الأمر، ولكن لا تتفخر كثيراً، إنها البداية فقط. ستحتاجان إلى المزيد من التدريبات لكي تصبحا محترفين. الأعداء هناك سريعون جداً ولن يعطوكما وقتاً طويلاً حتى يبدأ القتال. سنتمرن أكثر. هذه جلسة تمرين رائعة. أخبرتك من قبل، القتال عبارة عن فن، والتمرين على القتال أيضاً نوع من أنواع الفنون. أيها القائد، وصلتنا أخبار تقول إن الوحش الذهبي قد قتل في المعركة. ماذا؟ هل مات حقاً؟ أنت متأكد؟ ويقال أيضاً إن الوحش الفضي قد قتل في المعركة، ولكن زعيم حالك ما زال حياً. الوحش الذهبي مات؟ هل مات حقاً؟ أيها القائد، الوحش الذهبي؟ أنا السبب في ذلك. أيها القائد، هناك شيء آخر. أكمل.
يقود الزعيم حالك جيشه وهو قادم إلى هنا لكي يحتلوا قلعتنا. ماذا؟ ماذا علينا أن نفعل الآن يا سيدي؟ لقد تسببت في مقتل أفضل صديق لي بسبب تكبري وغطرستي، وهذا هو جزائي. ما يحدث الآن هو عقاب لي. لا يمكنني أن أفعل شيئاً سوى الانتظار ونيل عقابي. هذا هو قدري، لا يمكنني الدفاع حتى عن نفسي الآن. أيها القائد، لا ينبغي أن تستسلم الآن. لقد مات الوحش الذهبي وهو يدافع عنك. إذا بقيت هنا تنتظر ساكناً، فمن المؤكد أن الزعيم حالك لن يظهر رحمة نحوك وسينتصر عليك سيدي. أنا السبب أيها الوحش الذهبي. إن ثقتك بنفسك وقوتك كانا مصدر إعجاب الوحش الذهبي بك يا سيدي، ولكنك الآن. ثقتي بنفسي؟ كنت أعتقد أن بإمكاني احتلال العالم بهاتين اليدين، ولكن تبين لي الآن أن الأمر كان مجرد كذبة كبيرة. هذا غير صحيح أيها القائد. هذا يكفي، ارحل وأبعد الجنود الآن ليهربوا، حالاً. هيا. المعذرة سيدي، ماذا قلت؟ اهربوا من هنا، أنقذوا حياتكم واهربوا. من الآن لم أعد قائدكم سيدي. أنت كفى، توقف عن الحديث. لا أصدق أن قائدنا أصبح جباناً، لا يجدر به أن يكون قائدنا. نريد قائداً قوياً. ماذا قلت؟ لا مفر من حقيقتي أن جيوشنا أصيبت بجراح بالغة، ولكننا لم نفقد إيماننا وثقتنا بالانتصار. لم نخسر هذه الثقة، لكنك خسرتها يا سيدي. هذا صحيح، إن أكبر عدو نواجهه الآن هو أنت، ليس الزعيم حالك، أنت. كيف أصبحت العدو الأكبر لكم؟ أيها القائد، أذكر أنك وعدتنا جميعاً لتقودنا في حرب لاحتلال جميع القلاع، والآن أرجوك أن تكون قوياً لكي تفي بوعدك. لقد قطعت وعداً وعليك أن تفي به. أن أكون قوياً؟ هل أنتم مستعدون لخوض هذه الحرب؟ نحن نعتقد يا سيدي أننا أعند وأقوى جيش في العالم، وخاصة عندما نكون تحت إمرتك أنت. سنتبعك سيدي مهما كلف الأمر. سنتبعك سيدي مهما كلف الأمر. سنتبعك سيدي مهما كلف الأمر. وأنا معكم. ما بك؟ ماذا تفعل؟ إن الوحش الذهبي محارب متميز وشجاع، ومحارب مثله لا ينبغي أن ننساه. ألهذا السبب بنيت له نصباً؟ إنه محارب جدير بالاحترام حقاً. من المؤسف أن يقتل بهذه الطريقة الوحشية. إن الموت في المعركة هو شرف للمحارب ولقائده، كما أن مصيره أن يلاقي حتفه في ساحة المعركة. ما بكم؟ ألم تكن هذه مجرد لعبة؟ هناك نهايتان لكل لعبة، إما الفوز أو الخسارة. كما أن الوحش الذهبي كان عدواً لنا، لذا لا داعي لأن تتعاطف كثيراً معه. مجرد لعبة؟ نعم لعبة. لقد أخبرتكم سابقاً أن عالمكم هو عبارة عن لعبة تدعى المقاتل الآلي، وإما أن تفوزوا أو تخسروا لا نتائج أخرى. شهاب، هل تذكر عندما قلت لك إن الحياة عبارة عن لعبة؟ نعم أذكر، وأيضاً أذكر عندما قلت بأننا يجب أن نلعب هذه اللعبة.
سواء أردنا أم لا. بالضبط، ولكن هل تعلم أيضاً أن هذه اللعبة فيها أشياء أخرى عدا عن نتائجها؟ ها؟ أنا لا أفهم أي شيء، من فضلك فسر أكثر، هيا قل. المشاعر، نحن لدينا مشاعر بغض النظر عن الفوز أو الخسارة، وهي نفس المشاعر التي نحس بها في الحرب. نعم، إن المشاعر لا حدود لها، وهي غير مرتبطة بزمان أو مكان، أو حتى بين الأعداء والأصدقاء. مستحيل، غير ممكن، حتى بين الأصدقاء والأعداء. كيف سنحب يوماً العدو ونكره الصديق؟ أنا أتفق معك في كثير مما ذهبت إليه، ولكن أرجوك وضح أكثر. أنتما تنتميان إلى نفس الفريق وتعلمتما نفس المهارة، لذا أنتما أصدقاء. دعني أطرح عليك سؤالاً، هل يعتبر زعيم الثلج صديقي أم عدوي؟ حالاتكما استثنائية ولا تقسى عليها أبداً. إذن وماذا عن الزعيم دامس والوحش الفضي؟ هل هما صديقان أم ماذا؟ الوحش الفضي يعمل تحت إمرة زعيم الظلام، لذا هما صديقان. بما أنهما صديقان، أخبرني لما خان الوحش الفضي سيده الزعيم دامس إذن؟ ها؟ أرجوكم يا أصدقاء، لا تسألوني المزيد من الأسئلة، أنا إلى جانب من سأقف وأحارب عدوي أم صديقي؟ من المستحيل أن أساعد عدوي. علينا أن نساعد أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة بغض النظر إن كانوا أصدقاءنا أم أعداءنا. كيف ستفوز في المعركة إذا كنت ستقوم بمساعدة عدوك؟ شهاب، أنت المقاتل الآلي، ولكنك ستخسر ميزة القائد الرئيسي إذا لم يكن لديك المشاعر، حتى لو كنت جديراً بالاحترام والتقدير في عالمنا. هل تفهم ما أقوله يا شهاب؟ إذن هل أنا القائد؟ بالطبع، أنت المقاتل الآلي، وعلينا أن نتعامل معك على هذا النحو. والآن اقتنعت؟ وأخيراً اعترفتم بأنني المقاتل الآلي؟ يوهو! ولكن للأسف مهمة القائد متعبة. متعبة. أيها القائد، هل تود أن تقول لنا ما هي المهمة القادمة؟ هاي اسكت، لا تتحدث معي هكذا، لا أحب أن تعاملوني بهذه الطريقة، أفضل أن تنادوني بشهاب. إن المفاتيح ما زالت بحوزة الزعيم حالك إلى الآن، علي استعادتها بأسرع وقت. بالتأكيد سنذهب إليه ونبهره بمهارة الاندماج، هل أنتم متفقون معي؟ ولكن الفهد الأخضر والمستشار يقفان إلى جانبه، وليس من السهل التغلب عليهما، يجب أن ندرس الأمور جيداً لأنه لا مجال للخطأ. هذا صحيح. شهاب، هل لديك أي خطط؟ نعم بالطبع لدي، هذا ما يفعله القائد. أن ننصب فخاً لهم. ما هي الخطط بالضبط؟ أنا القائد. إذا ظهر العداء أو سيطر الأشرار، ترى الأبطال قد هبوا كما الإعصار، وقالوا كلنا سد في وجه الريح، وريح عاصف ستبدد الأخطار، فريق واحد دوما لنشر الخير، تقدم للعلا هيا عميق النار. ضربة القمر الصاعقة، وها هو العملاق يهدر لا يهاب الشر، تقدم أيها العملاق يا مغوار. وابل النيازك، ورعد شامخ كالطود في وجه الخطر، ويشهر للأعداء سيفه المبتر. موجة الإعصار الفتاكة، وأن تنزل عليهم مثل زخات المطر، فأنت الجد وقت الجد يا إعصار. الرمية الملتهبة،
الشر من هزيمتنا فنحن أبطال الروبوت.